الزهرة كانت صديقتي في الحقل، جميلة هشة لذلك لا تخطئها الحواف. من ذا الذي لم يمهلك أريج البعيدة وراء القمم كي يسقي ألم المعتق الأبدي بالمزيد من الألم، كي يسيح دم آخر بريء شريد شهيد في شوارع الأمم. عندما نستمع إلى قصائد أو مقاطع من قصائد سي محمد بن لمو، ندرك جدوى الشعر في حياتنا، ندرك جدوى الشعر وأهميتها في يوميتنا أيضا. نحن اليوم في حضرة توقيع النسخة أو الطبعة الثانية من مجموعته الشعرية رماد اليقين، التي خصصها لكبده أو كبد كبده أريج الغالية التي أدركها الألم والمرض وهي بعد طفلة. سي محمد بن لمو ليس شاعرا عابرا في متننا الشعري المغربي أو العربي، ليس شاعرا يكتب من أجل الكتابة فقط. سي محمد بن لمو شاعر قضية، قضيته هي الإنسان بالدرجة الأولى. منذ أن عرفته وهو دائما يتأبط قضية ما، قضية تخص شخصا قد لا يعرفه، ليس بالضبط أن تكون أريج حفيدته، بل يكفي أن يشاهد ألما ما في مكان ما في زمان ما لكي يتبناه إبداعا. منذ تجربته الأولى صوت التراب، وبعد ذلك التجربة المشاركة مع الشاعر العطي جميل الموسومة بحمقات السلمون، ثم الديوان الأخير الموسوم أيضا برماد اليقين، تجربته دائما كانت تروم الاختلاف والمغايرة، إن على مستوى الكتابة من حيث مادتها اللغة أو من حيث طرق بعض المواضيع المقلقة والتي قد تبدو بسيطة ولكنها في حقيقة الأمر تتميز بالعمق والإشكال. يدخل هذا اللقاء المفتوح المنظم مع الشاعر والصحفي محمد بن لمو بمناسبة إصدار الطبعة الثانية من ديوانه رماد اليقين، ليكون حفل توقيع وتقديم هذا الديوان بعد أن سبق أن احتضنت الشبكة في مدينة سيدي حيى الغرب ومدينة تمسنا ومدينة القنيطرة توقيع هذا الديوان.